هلو، النهارده بقى هجعلكم وصفه حلوه قوي اللي هي التشيز فرايز. ويلا نشوف بتتعمل ازاي. اول حاجه جبت بطاطس قشرتها وقطعتها وغسلتها بقى وقلتها وكده، يعني بطاطس عاديه جدا. وبعدين بقى علشان اللحمه المفرومه هحط بصل مفروم، ماجي، ملح وفلفل، والبطاطس استوت. بعدين هحط اللحمه المفرومه وهسيبها على نار هاديه بريحتها علشان هي متجمده. بعدين علشان الصوص، صوص الجبنه، هحط مكعب زبده، هحط رشه دقيق خفيفه، هحط لبن وكريمه. بعدين هحط ماء دجاج تاني، هحط جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر مبشوره، ولو عندكم الشيدر الاحمر هتديها لون احلى. تمام، بس دي برضو كانت حلوه جدا جدا بصراحه. هقلبها بقى على نار هاديه علشان ما يكونش في اي حته جبنه في الصوص. وده كان شكله. وبعدين بقى جبت البطاطس حطيتها بقى في طبق وحطيت عليها لحمه مفرومه وحطيت جبنه، حطيت صوص الجبنه. وبعدين رجعت حطيت لحمه مفرومه تاني، ولو عندكم بقى هالبينو حطوه من فوق هيدي شكل حلو قوي. واتمنى تجربوها وتقولي لي رايكم، بجد هتعجبكم قوي. وعايزه اقول لكم اسفه على جوده الفيديو مش حلوه قوي، وبس كده، باي باي.